السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلص، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب إسبانيا أمام منتخب اسكتلندا بإذن الله تعالى يوم الخميس الموافق 12/10/2023، مباراة في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024. متابعين الكرام، إسبانيا في مواجهة اسكتلندا بإذن الله تعالى. المباراة هيكون ميعادها يوم الخميس الساعة 9:45 دقيقة 10 إلا ربع مساء توقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 10:45 دقيقة عن 11 إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:45 دقيقة عن 9 إلا ربع مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7:45 دقيقة عن 8 إلا ربع مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 6:45 دقيقة عن 7 إلا ربع مساء توقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى، والمعلق المتألق عصام الشوالي. متابعين الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.